خلونا نشوف. كما صرحتني يا أصدقاء حساب ساكورا، كما صرحتني ساكورا يا أصدقاء. من الفير باس الثالث، الفير باس الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، البخار، رقص الدجاجة، الثامن، التاسع، تراكسيون يعني رقصة الضغط، العاشر، الفراعنة. شوف يا أصدقاء، شوف 70,000، 151,000، 40,000، السلام عليكم يا أصدقاء، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي لين إكس. في هذا الفيديو أصدقاء سوف يكون فيديو مختلف شوي، وهو أننا سوف نعمل يعني أغرب الحسابات. المهم يا أصدقاء، سوف نعمل أغرب الحسابات يا أصدقاء، حسابات أغرب من الخيال. المهم يا أصدقاء، إذا لقيت تفاعل في هذا الفيديو سوف أجيب لكم يعني جزء ثاني، وإذا ما جاب تفاعل يا أصدقاء مع الأسف سوف أعمل شيء آخر. المهم يا أصدقاء، تابعوا الفيديو للنهاية، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة لتتوصل بكل ما هو جديد. والآن نخليكم مع 180، 57، 4، 47، أي شيء. هذا الحساب يا أصدقاء، شوفوا يا أصدقاء، ليفل 84. هذا يا أصدقاء، شوفوا الحساب كيف يعني ليفل 84 يا أصدقاء. كل غريب في هذا الحساب يا أصدقاء هو لأنه ليفل 84، يعني ليفل يعني أسطوري. أنا أعرف إنه في حسابات يعني ليفل 90 وكذا، لكن هذا الحساب يعني يبقى يعني فيه فرق الأول وكذا. كما تلاحظون حساب يعني غريب كما تلاحظون، ولكن اللي جاي أغرب من الخيال. سن حساب مع من آخر هو هذا هو الحساب يا أصدقاء، حساب يا أصدقاء كله 55 55، أنتم راح تشوفوا بأعينكم. شوفوا يا أصدقاء، الفير باسات 55 55 55 كما تلاحظون. اسمه 55 يعني خمسة وات كثيرة، الاي دي خمسة وات كثيرة، الليفل 55، الكلان يعني الاسم 55، كل شيء 55، اظن الطاق ايضا 55. طبعا لا يلعب كثيرا، يعني هو كان يريد ايضا الاي دي يمكن يخليه كما تلاحظون دقيق. الاي دي ايضا اظن يعني كان حب يعني يخليه 5555، ولكن يعني ضيعه حيث شو واحد مرة 5555. المهم خلونا نشوف حسابي، خلونا نشوف حساب ثاني. 1009 09 09، هذا الحساب يا أصدقاء فاير باس أول ساكورا يا أصدقاء. خلونا نشوف كما تلاحظون يا أصدقاء، حساب ساكورا كما تلاحظون هي ساكورا يا أصدقاء، وهذا هو الفاير باس الخامس يا أصدقاء. كما تلاحظون هو يعني ما لابس ساكورا لكن عنده ساكورا. هذا يا أصدقاء سوف أعطيكم بعض الاحتمالات. الاحتمال الأول هو أن صاحب الحساب مات، الاحتمال الثاني هو تبند، الاحتمال الثالث هو طاح الحساب في تأكيد الهوية، الحساب الخامس الاحتمال الخامس هو قفل الحساب يعني الحساب بيتقفل. هذا خمس احتمالات يا أصدقاء، يعني لأن يعني مستحيل شخص يترك اللعبة بهذا الشكل يا أصدقاء. يعني أنا يكون عندي فاير باس أول لن أخرج من فري فاير أبدا. المهم 23 38 38 38 98 92 5. كما تلاحظون هذا الحساب أيضا، خلونا نشوف الحساب كيف شكله. وكما تلاحظون هذا الحساب يا أصدقاء، من الفير باس الثالث، الفير باس الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، البخار، رقصة الدجاجة، الثامن، التاسع، تراكسيون يعني رقصة الضغط، العاشر، الفراعنة، الحادش، الحداشر، واثناش يا أصدقاء. كما تلاحظون يعني كلها في البروفيل يا أصدقاء، يعني شيء غريب فعلا يا أصدقاء، يعني شيء أسطوري. ليفل 62،
1900 لايك، وأظن هذا البانر تبع سيزون قديم ولا شيء أو فاير باس قديم. المهم ما علينا، هذا كان معنا الحساب الغريب، خلونا نشوف الحساب اللي بعده. الحساب اللي بعده يا أصدقاء 10 61 29 49 4. هذا الحساب يا أصدقاء فرق السابع، فرق الساكورا، وهذا البانر تبع الفرق السابع يا أصدقاء، هذا البانر فرق السابع، وفيه أيضا ساكورا كما تلاحظون، ساكورة البنت، وفيه الهيب هوب لكن لم يجيب سكين الولد، يعني فيه فقط سكين البنت. المهم كما تلاحظون السطر، هذا ساكورا تبع البنت. المهم هذا كان معنا الحساب غريب يا أصدقاء، خلونا نشوف بعض الأشياء كما عنده في الكابتي وكذا. 5 في طاقة رأس، حتى لو كنت حياتك ما لعب فري فاير. مهم علينا، خلونا نشوف الحساب اللي بعده. 96 93 39 54. يعني صديقي اللي بعت لي هذه الحسابات يا أصدقاء قال لي يعني هذه الحسابات من أغرب الحسابات يا أصدقاء، يعني قال لي راح تلاقي أشياء مستحيلة. المهم خلونا احنا لازلنا نستعرض يا أصدقاء، خلونا نشوف هذا الحساب. والفاير باس الثاني يا أصدقاء، شوفوا شوفوا يا أساطير، شوف هيدا الفاير باس الثاني يا أصدقاء، والله شيء أسطوري يا أصدقاء. وهذه الكنزة، هذا اسمه الجاكيطة خوتي، يعني في يامتها بنادم جايبها خوتي كما كتشوف، يعني في يامتها كانت بالهيبة ديالها خوتي، عنده كلان في 149,000 في ديك الوقت. كاين اللي تلقاه مازال عنده في الكلان مبغاش يخرج كاع. المهم خلونا يا أصدقاء نشوف الحساب اللي بعده. 20 67 26 38 5. هذا الحساب أيضا يا أصدقاء كما تلاحظون، خلونا نعمل له فحص. يا أساطير، فاير باس الثاني كما تلاحظون في البروفايل، والفاير باس الثالث شيء أسطوري يا أصدقاء، وأيضا شيء نادر، لأن فاير باس الثاني قيمته لا يعرفها إلا من كان في ذلك الوقت، والله شيء أسطوري. خلونا نشوف الحساب اللي بعده. 11 91 16 96. كما تلاحظون والله شو اسمه البانر تبع الفاير باس الثاني هيبة يا أصدقاء، شوفوا كيف بيظهر، شوف شيء أسطوري فعلا يا أصدقاء. خلونا نشوف الهيب هوب تبع البنت يا أصدقاء، هذا الهيب هوب تبع البنت كما تلاحظون، هذا ساكورا هيب هوب تاع الجماجم والملوك يا أساطير داخل في هذا الكار. أيضا هذا ما بعرف الأيد ديالو، لما كنت بالأرض يعني أريد أن أفحصها لكن ليس لي الأيد بتاعه. المهم خلونا نشوف يا أصدقاء حساب آخر. 18 69. يقول لي يا أصدقاء هذا الحساب من أغرب الحسابات، خلونا نشوف هل فعلا من أغرب الحسابات. 66 28 89. خلونا نفحص هذا الحساب، يعني نشوف شو الأشياء الموجودة فيه. هذا سكين يا أصدقاء في الفصل 10، وعنده السب. شوفوا 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 ساكورا، الهيب هوب، جماجم، ملوك، قراصنة، جيمر، بخار، وهذا الفرقس الثامن، والتراكسيون، والفراعنة. واو يا أصدقاء، والله شيء أسطوري فعلا يا أصدقاء. الاحتمالات اللي قلتها في ذلك الحساب أيضا مطبقة على هذا الحساب يا أصدقاء، يعني ربما يكون مات، ربما يكون تبند، ربما كثير من الاحتمالات.
ويا أصدقاء، الآن معنا آخر حساب، وهو هذا الحساب 16-20. يعني أظن بعض الناس تعرفه وبعض الناس ما تعرفه، يعني يقولوا عليه ابن صاحب الشركة، لكن أنا ما بعتقد، يعني ما بظن يعني يكون حساب صاحب الشركة، يعني راح يكون شخص بيشحن كتير، أو شخص يعني بيجي لعائلة، يعني عائلة قارينا أو شيء زي. كما تلاحظون لابس فاير باس، هذا هو أصدقاء اللي ما يعرف، هذا هو الفاير باس 7 تراكسيون أو فاير باس الضغط، هذا هو. المهم شوفوا يا أصدقاء، شوفوا 70,000 ما بعرف وش مليون ولا 111,000، أظن 111,000، 151,000، 40,000، 40,000، 75,000، 50,000، 50,000، 63,000، 14,000، 30,000. أخونا سعودي فوق فوق يا أساطير، لكن لا أعرف هل هو يعني من السيرفر تبعنا أم لا. شوفوا يا أصدقاء ما بيلعب أصلا، وهذا كان معنا آخر حساب يا أصدقاء. المهم يا أصدقاء، هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. المهم يا أصدقاء، إذا عجبكم لا تنسوا تخبروني في التعليقات يعني أفكاركم، هل أعجبكم الفيديو، أي شيء، أي ملاحظة، أقل ملاحظة أتمنى ألا تبخل علي بها يعني، وتخبرني في التعليقات لكي أحسن يعني من الفيديوهات أحسن. ولا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لأن هذا الشيء يعني بيعطيني طاقة إيجابية يا أساطير، لحتى يعني أحط فيديوهات أكثر وفيديوهات أسطورية أكثر. المهم إذا عجبتكم هذه السلسلة ولقيت يعني تفاعل أسطوري، سوف أعمل لكم جزء ثاني، هذا الجزء الأول، وإذا لقيت تفاعل أسطوري راح أعمل لكم جزء ثاني إن شاء الله، إذا ما كان تفاعل راح نعمل شيء آخر. المهم يا أصدقاء، آخر شيء يا أصدقاء، أريد أن أشكر يا أصدقاء يعني كل من يدعمني بلايك، كل من يدعمني بالاشتراك في القناة، كل من يعني ينزل التعليقات ويكتب تعليق أسطوري، أي شخص يحبني يعني مش من أجل الشحن ولا من أجل يعني بيحب محتوايا وبيحبني أنا أيضا، ويعني وبيحب أي شيء بقدمه وما فيه أي ذرة حسد، شكرا لكم من القلب. المهم شكرا لكم يا أصدقاء، كان معكم للإكس، أشوفكم في الفيديو القادم، ويا الله السلام. We'll be right back.